السلام عليكم ورحمة الله. إخوان هانين، بارك الله عليكم. إن شاء الله الإخوان غادي نشارك معكم إن شاء الله الطبيعة ديال فين تنخرج الغنم ما شاء الله. غنوريكم إن شاء الله دوك الإشارات ديال الصخور. صراحة الإخوان صدقوا، هاد الإشارات يدلوا على خزاين ما شاء الله. كما تشوفوا كما أنا راعي ديال الغنم، تنكون ندور الغنم ترعى. هاد الزيتون الإخوان راه سامحين فيه مواليه، كما تشوفوا ما محروس ما والو، تبقى ترعى منه الغنم هادي مدة سنين. كما تشوفوا الأطراف ديال الغزال ديال الحيوانات تجي ترعى منه، ما مزبور ما والو. واخا دخلوا الغنم ماشي مشكل، تندخلوا ليه الغنم بحال تيقولوا ليه الزيتونات باندوناراس، الزيتون اللي سامحين فيه. مع شوف مدة هادي، شوف كما تشوف هادشي ما محروش هنا نايت الشوك. تندخل ليه الغنم ترعى منه، تيقول لي دخل ليه الغنم ترعى منه باش هاد ممكن سميتو هاد الجبل هذا ما يبقاش فيه الشوك بزاف. تندخل ليه الغنم، ملي دخلت ليه الاخوان الغنم، تندخل الغنم هنا وهي تنشوف هاد الاشارات هذا. لك تنقول واش ندير ليه فيديو ولا ما نديرش، ولكن من اضطريت باش ان شاء الله نفيدكم هاد الاشارات هادو اللي تلقى، ولكن ما عنديش انا معاها. دايره اشاره دايره الانسان، حفره على شكل مثلث ماشي دائري 100%. شوفتها هذه ماشي طبيعيه، اشاره كرسي. ملي شفت انا هادو، هذه حتى هي دايره اشاره مربع، كاين الحاره على الاخوان تغلم تزيد وتتوقف. هما الاشارات هادو التثبيت. عذروني الاخوان على الفيديو، ولكن هادشي تيجيني غريب. هاد الحفرات هادو بغيت نقسمهم معاكم، هادشي هذا اللي لقيت. هاد الاشارات هادو الاخوان، هادي ملي بقيت غادي تنشوف، هادي هي الاخرى تاني. غنوريكم واحد الحاجة اللي غريبة سبحان الله العظيم، هاد الناس كل قدام. الاشارات، شوف الاشارات في عني وبلا رانيت راه ديال الخزينة الاخوان 100%. انا غنوريكم، ها هي خزينة هنا، ولكن تكتشفت هذه، تكتشفت هذه، تكتشفت لو كان تراب سادة ما تبانش ليك، ما تبانش ليك. شو دابا هذه صخرة عادية صغيرة ماشي كبيرة، وفيها هاد المغارة اللي فيها 2 متر ديال العلم. شوف هاد السهم، هاد السهم هذا تيدل على راه كاين هنا المغارة من فوق الصخرة، وهاد السهم تا هو هاد الساقيه اللي باش الماء ما يدخلش ليها. تحفروا، شوف راه تحفروا باش الماء يمشي من لهيه، الماء يمشي من لهيه. داكشي راه مجهزينه. ندخلوا نشوفوا هاد المغاره، كانت هي خزينه كما تعرفوا الناس ديال بكري، ما كانش بسم الله ما كانش عندهم البونوف، ولكن ربما انا قلت اكتشفت 1942. شوف الاخوان هاد المغارة عندي راه كانت خزينة. شو اللي عرفها الاشارة هادي؟ ربما اكتشفت هادي في 1942 في الحرب العالمية الثانية، ولا هما النيت اللي كانوا دايرين هاد الخزينة عقبو. شو من دايرين تتنفس، كانت تتنفس
كان هنايا سادين التراب الله اعلم، وهنا قلت انا ربما كانت تتنفس الله اعلم. شي ما عنديش معها، انا تنبقى شوف هادي تا هي سات عندنا هاد الحفرة اللي هنا، اش كانوا حاطين شي حاجة هنا ولا ما نعرف. شوف هادي تا هي شنا هي، هادشي قديم يعني. شي قديم جاهزين، وراه تكون فوق راه ما تبوش، راه كاينه شي مغاره هنا. شوف هذا السقف. تحية لكم الإخوان، ما سجل معاكم الفيديو تشوفوا هادشي ديال الحضارات القدام، ما شاء الله داكشي مشهزين. شو خزينة تحت الأرض ما تبانش لكم كان تراب. زرو دعقات الشمس موكل دقير. ها شوفوا الإخوان، ما تبانش لكم كان باقي التراب، ما تبانش. كان باقي فيها سميت التراب. هادي تا هي بحال الحفرة هاد، لكن اللي يقدر يدوخوك بيها تحفر. هادي باينة بلي راه كاينة هادي ملسة، كيما تشوفو هادي دايرة الإنسان، لكن هادي هي 100% حفرو ولقاوها. دابا الصخرة دايرة كانت صخرة تلهي، موراها حفرو من التحت دخلو ودارو مع التراب. ملي بغا يجبدو داكشي حفر وهادشي ماشي مشكل، ديك الساعة راه بغا يجبدو الخزينة تاعو. ما تبانش لك بلي راه كاين هنا شي مغارة، ما تبانش لك، ماشي شي صخرة عالية وهي تدخل فيها شي متر وستين ديال العلو. الناس القدامى الحضارة واش الروما الله أعلم، كاينين بزاف هادشي دابا كاينين. لا بغيتوني نبقى نسجل لكم هادشي نسجلو ليكم. ربما كاين مغارات ما مكتشفينش، كاينين شاك فيهم الله اعلم. شوف على الاشارات هادو تدل على راه هنا كاينه خزينه، والنيت فعلا كاينه هنا خزينه. هاد الاشارات تدل على راه كاينه خزينه، وفعلا راه كاينه خزينه. موكلي موكلي دخل ديك المغاره زورو. توما توما نهبط الغلم حاس خوم مرة مرة تنململها طرع شوية نهوتها لها الحصيدة. دابا ما صباتش تتعطلت الله نتمنى من الله ان شاء الله يا ربي يهود المطر باش ذاك الزرع ينبت عاوتاني من جديد. تعطلت ما شاء الله، كلشي زين الحمد لله، كلشي ديال الله. كما تشوفوا هاد الزيتون اللي باندونا هادو اللي مسامحين فيه الوا داوي، غادي نبقى شي يدير الزيتون نهود ان شاء الله لهاديك البلاد. راني جاي ندبدب مع الغنم باش نوصلها ان شاء الله تما وطرع. جاي حصور جاي كلشي بعقا الشمس فوقت الربيع راه تبارك الله. هاد الزيتون وهاد الجبير راه تطرع منو مزيان، كيما دابا كرم الربيع كرم. ندوزات كاين هنا تاني اشارات بزاف، راه كانوا هنا الرومان، كانوا الرومان قالوا لي حط صبرين. استودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه، معكم عبد المولى ان شاء الله في فيديو جديد. باقيرا راه تحت الشجر داقه في الشمس، ولكن مزيان يتعلم، مزيان يتعلم التدريس على الغلاف على الشمس على شي قاع، وكلشي دايز مرحله ديال التدريب يجرو على الغلاف. تبارك الله ما شاء الله الغنم جاي أمها اللي راه تبارك الله راه شبعانة. كاين الشعير وفارينة تبارك الله، راه فيها الضارة، راه بدينا تنعزلو الضارة.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.